مين كان برات البيت أكثر؟ الابن الصغير أو الابن الكبير؟ الصغير. مش مزبوط. اللي كان برات البيت. اللي برات البيت الحقيقي بهاللحظة الحاسمة هو الابن الكبير. تعرفي شو قال له؟ قال له لقد خدمتك كل هذه السنين وأنت لم تعطيني جديا واحدا لأتنعم به مع أصحابي. يعني هذا الزلمة ما خالف لبي ولا أي وصية، عايش بقلب البيت، ولكن عينه وين وقلبه وين وضمير وفرحه وين؟ فرحه هنيك. ليش مرات كثيرة نحن منعتى الهم أنه الخاطئين يتسامحوا؟ تعرف ليه؟ أنا رح أقول لك ليش. إيه قولي لي ليش. لأنه إذا نحن الشر اللي فينا. صح. يعني أنا ليش بقول ليش بقول في جهنم أو في مطهر؟ لأنه أنا بدي هيدا الإنسان يلي أذاني يتقاصر يتعاقب. تعرفي ليش؟ هيدا الشر اللي فيه. تعرفي ليش؟ لأني أنا مع يسوع ماني مبسوط. إيه؟ طيب ليش هو بده يقول لو أنا مع يسوع برضه يحب عدوك؟ رح أقول لك ليش؟ إذا أنا مبسوط مع يسوع واكتشفت ملء السعادة بيسوع، ليش بدي أزعل إنه اللي أذاني إذا يسوع عرفه على حاله وداواه؟ مزبوط مزبوط. بالعكس لازم أنبسط. نحن مش ضد. أنا هيدا. إيه مش ضد. مشان هيك معالي الوزير بدي صلح شغلي وقال له هلا بتقوم لقيامي على الحلقة. أنا ما قلت إنه أعمال مار شاربل مثل أعمال هتلر، ولا قلت إنه وضع مار شاربل مثل وضع هتلر أبداً، ولا قلت بيشبهوا بعضهم. قلت بعيون الله، الله بيحب مار شاربل مثل هتلر، والله عاطي فرصة للتوبة وللقداسة لمار شاربل ولهتلر، ويفرح الله فتح لهم إيدين رحمته للاثنين. ولكن المشكلة وين؟ إنه الإنسان إذا ما إجا لعند الله بإرادته بحريته رح يتقاصر. الله ما في يجيبه لعنده. ايه. الله ما في يجيبه لعنده غصب عنه طبعا. وإذا ما جابه، إذا ما قدر يجيبه غصب عنه، يعني دل هالزلمة بعيد عنه، مش بيتقاصص، هو بالقصاص. مزبوط. يلي برات حب الله عن يحط حاله بالقصاص. بدي انهي بجملة من اليوكات يلي حكينا عنه المرة الماضية. بيقول من يمت بوعي وإرادة في الخطيئة مميتة بدون أن يندم ويرفض محبة الله الرحيمة والغافرة دائما، الغافرة دائما، يخرج ذاته بذاته من الشراكة مع الله ومع الطباويين. وهيدي هي جهنم. هيدا هو القصاص الحقيقي. مش الله اللي بيقاصص، مش الله اللي بعدالته بياخد الحق وبيقاصص الناس. الإنسان أمام موته يختار موته بيكون عن يقاصص حاله بحاله. النبتة إذا رفضت النور عم بتقاصص حالها بحالها. وهيدا أخوتي موضوع الحرية. قلت في باب يسوع بيقدر يملك على العالم كله إلا على قلبي إذا أنا ما فتحت له الباب وقلت له تعا.